أسعد صباحكم مشاهدينا، وهذه تغطية مباشرة نقدمها لحضراتكم من القاهرة الإخبارية لمستجدات القضية الفلسطينية. ونبدأ بأهم الأخبار، حيث أفادت مصادر إعلام فلسطينية بوصول شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال عددا من المنازل وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما جدد طيران الاحتلال الغارات على دير البلح وسط القطاع خلال الساعات الماضية، واستهدف جيش الاحتلال القصف بالمدفعية الثقيلة منازل المواطنين ومنشآتهم وممتلكاتهم. دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مخيم لبريج المكتظ بالنازحين وعدد من الأحياء بوادي غزة للتوجه إلى دير البلح جنوبي مدينة غزة. ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أداعي صورا للمناطق الواجب إخلاؤها، وذكر أنه سيتم فتح محور غرب خان يونس من أجل التنقل باتجاه دير البلح بعيدا عن مناطق القتال في شمال وشرق المدينة. الإخلاء الفوري عبارة من يسمعها في غزة ربما يعتبر نفسه سعيد الحظ لأنه نجا من موت مؤكد، ولكن الحقيقة أنه ربما تأجل موته لساعات أو أيام محدودة. الإخلاء الفوري هي الجملة الأكثر تداولاً من شمال لجنوب القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل وتفترش وتفترس أراضي غزة بالكامل من خلال عمليات الإخلاء الفوري تلك التي تقوم بها يومياً لكل شبر في أراضي القطاع. فبداية من عدوان 7 أكتوبر بدأت خطة الإخلاء الفوري من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث ادعت إسرائيل أن الشمال هو معقل تواجد حركة حماس التي تزعم أنها تحاربها. ومع مرور الوقت وإخلاء الشمال بالكامل ونزوح من نجا من قاطنيه الذين يتجاوز عددهم 1,500,000 مواطن إلى الجنوب، إلا أن قوات الاحتلال صارت مؤخراً تلاحقهم في الجنوب أيضاً بتفريغ مناطق الجنوب الواحدة تلو الأخرى، وذلك من خلال إخلاء منطقة كبرى بمدينة خان يونس التي لجأ إليها سكان الشمال والجنوب، حيث تم إخلاء حوالي 20% من مساحة المدينة التي يعيش أكثر من 200,000 فلسطيني في 32 ملجأً بها. ومؤخراً يتم التحذير بالإخلاء الفوري لسكان مخيم البريج المكتظ بالنازحين وأحياء عدة أخرى بجنوب القطاع، حيث أمرت قوات الاحتلال بإخلاء تلك الأحياء والتوجه إلى منطقة دير البلح التي تخلو من أي نوع من أنواع الخدمات، وصار من العسير وربما المستحيل العيش بها. بعمليات الإخلاء الفوري تلك صار يتكدس سكان غزة في منطقة محدودة المساحة تخلو من الخدمات، ولا يمكن أن تستوعب الرقم الكبير لسكان القطاع، وهو نوع من الحصار بخلاف صعوبته، إلا أنه أيضاً غير آمن. فآلة الاحتلال منذ بداية العدوان توجه إلى أماكن تدعي أنها آمنة، إلا أنها تقوم بقصفها بمجرد وصول النازحين إليها، لتواصل إسرائيل سلسلة جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة. أصبحت الولايات المتحدة في مأزق وموقف أكثر حرجاً مما تتوقعه بسبب دعمها المتواصل للعدوان الإسرائيلي على غزة. الاحتلال يستخدم في حربه ضد غزة أسلحة محرمة دولياً، منها أكثر القنابل الأمريكية تدميراً في الترسانات العسكرية الغربية. حرب وحشية لا تفرق بين بشر أو حجر، كل الوسائل والسبل متاحة طالما ستحقق الهدف الإسرائيلي حتى وإن كانت لا تمت للإنسانية بشيء. القتل الوحشي واستخدام أنواع متعددة ومتنوعة من القنابل والأسلحة المحرمة دولياً، القصف والدمار، كلها كانت وسائل مشروعة أمام جيش الاحتلال بدعم أمريكي لإتمام الهدف المعلن والخفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو إبادة جماعية للقطاع كافة. بشاعة ما يمارسه الاحتلال في قطاع غزة أحرجت الولايات المتحدة حليفها الأكبر، فلم تجد بداً من الاعتراف باستخدام تل أبيب لواحدة من أكثر قنابلها تدميراً في جنوب غزة. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن القنبلة الواحدة تزن 2,000 رطل، وهو من بين أكثر القنابل تدميراً وفتكاً في الترسانات العسكرية الغربية. الصحيفة وعبر برمجة أداة ذكاء اصطناعي
لمسح صور الأقمار الصناعية لجنوب غزة أجرت بحثاً عن الحفر الناتجة عن القنابل لتجد أن هناك نحو 208 حفر في صور الأقمار الصناعية يبلغ عرض الواحدة حوالي 40 قدماً أو أكبر. أرقام صادمة دفعت مراقبين للتأكيد بأن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل فقط تشكل حفراً بهذا الحجم في تربة غزة الرملية. ليست الصحيفة وحدها، فالعديد من المنظمات الدولية والحقوقية كشفت عن الأمر ذاته، مشيرة إلى أن إسرائيل استخدمت نحو 7 أنواع من الأسلحة المحرمة دولياً خلال حربها في غزة: قنابل جدام الذكية، القنابل الفراغية، قنابل هالبر، القنابل الغبية، الفوسفور الأبيض، اليورانيوم المنضب، والقنابل العنقودية. أخطر وأبشع أنواع الأسلحة التي لم ولن تجتمع في حرب واحدة، إلا أن إسرائيل جمعتها في قطاع غزة الذي لا تصل مساحته إلى 400 كيلومتر مربع. حرب بشعة وغير عادلة، لا تعرف أخلاقاً ولا مبادئ، تسمح فيها إسرائيل لنفسها تحت مرأى ومسمع العالم بقتل الجميع علناً عبر ترسانة أسلحة لم تجتمع حتى في هيروشيما وناغازاكي. رحبت مصر بإنشاء آلية برعاية الأمم المتحدة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير يعد خطوة مهمة وإيجابية لتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تطول المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع. وقال البيان إن هذه الخطوة رغم أهميتها غير كافية، لأن القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره السبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء. وأكد البيان استمرار مصر في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة. كان مجلس الأمن قد صدق على مشروع قرار 2720 والذي يهدف لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، داعيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهيئة ظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية. وجاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل تصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق نقض الفيتو. المزيد من التفاصيل في سياق العرض التالي والزميل رعد عبد المجيد. بعد تأجيل التصويت عليه 4 مرات، مرر مجلس الأمن الدولي القرار ذي الرقم 2720 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية لغزة، بينما فشل في التوافق بشأن تعديل روسي يهدف إلى وقف لإطلاق النار في القطاع بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو. القرار 2720 يطالب إسرائيل وحماس بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه لتوصيل المساعدات، بما يشمل التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم أبو سالم الحدودي لتوفير المساعدة الإنسانية بهدف ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية بما فيها الوقود والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدات ومساعدات الإيواء العاجل إلى سكان قطاع غزة. وطالب القرار بحماية مقرات المنظمات العاملة في القطاع وكذلك مراكز اللجوء، مطالبا إسرائيل وحماس بتوفير الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وموظفي وكالاتها المتخصصة وجميع الموظفين الآخرين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني، دون المساس بحريتهم في التنقل ودخول الأماكن التي يقصدونها. ويشدد على ضرورة عدم عرقلة هذه الجهود ووجوب احترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية. طالب القرار بتعيين منسق أممي لمراقبة المساعدات وتسهيل دخولها، وأن يقوم المنسق بإنشاء آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة عن طريق الدول التي ليست طرفاً في النزاع. ويطالب بأن تتعاون أطراف النزاع مع المنسق لكي يتسنى له الوفاء بولايته دون تأخير أو عوائق.
المنسق سيكون مسؤولا عن تسهيل وتنسيق ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلا عن التحقق من الطبيعة الإنسانية لجميع الشحنات المساعدات التي يتم تسليمها عبر الدول غير الأطراف في النزاع. وطالب مجلس الأمن الدولي من المنسق إنشاء آلية أممية على وجه السرعة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست أطرافاً في النزاع. وطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية لهم، وكذلك توفير الوقود لغزة بمستويات تفي بالاحتياجات الإنسانية المطلوبة لتلبيتها. القرار كرر تأكيد التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية. إذن القرار الذي كان تمهيدا لوقف إطلاق النار ولو بشكل تدريجي داخل غزة المكلومة واجه أيضا سيطرة أمريكية ورفضا واضحا لفقدان إسرائيل أي موضع سيطرة، حيث تم تمريره ليكون فقط لتسريع المساعدات الإنسانية دون وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع. كان مندوب مصر في مجلس الأمن الدولي أسامة عبد الخالق دعا إلى توفير الحماية للمدنيين وإنقاذ الأبرياء وحقن الدماء في قطاع غزة، وقال إن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية مروعة، مؤكدا دعم بلاده لجهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية إلى القطاع. صدور هذا القرار اليوم خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة التداعيات الإنسانية الدامية للحرب على غزة وضمان استمرارية ودوام نفاذ المساعدات للقطاع دون عوائق عبر آلية تشرف عليها الأمم المتحدة، بحيث لا يترك العمل الإنساني رهينة لإرادة القوة القائمة بالاحتلال والتي لا يمكن عقلا ولا قانونا اعتبارها طرفا محايدا لتقديم الدعم الإنساني. نتطلع سيد الرئيس أن يساهم هذا القرار في دعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة قطاع غزة الذي ورغم الجهود المصرية المضنية لتقديم كل المساعدات القصوى الممكنة للأشقاء الفلسطينيين ورغم اقتسامنا الكساء والغذاء والدواء معهم ما زال يشهد كارثة إنسانية مروعة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية. دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى وقف إطلاق النار فوري في غزة وتقديم المساعدات ومنع التهجير القسري لسكان القطاع. وقال منصور إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها. مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة يهدف لتمكينهم من أداء مهمتهم المقدسة لتقديم المساعدة للمدنيين المحتاجين ولإنقاذ الأرواح في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في تجاهل المطالب العالمية لوقف إطلاق إنساني فوري وتواصل فيه حرمان الشعب الفلسطيني من المساعدة الإنسانية التي يحتاجها بيأس. هناك آلاف الشاحنات التي تقل المساعدات الإنسانية على الطرف المصري. لدينا الإرادة المصرية كاملة والتعبئة لإيصال هذه المساعدات. هناك مليون فلسطيني في حاجة يائسة لهذه المساعدة، رأيتم ذلك في العريش وفي معبر رفح. وتنضم إلينا من القدس المحتلة رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، هل هناك أي إيجابيات وراء قرار مجلس الأمن 2720 أم أنه أفرغ من محتوى؟
يعني المماطلة الأمريكية لعدة أيام في التصويت على القرار من أجل إحداث تعديلات هي كانت أيضا لربما لا أستطيع التحدث أنها إفراغ للقرار من مستواه، لأن ما زال هذا القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وهو خطوة في محاولة إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. في كل لحظة في كل يوم تتأخر هذه المساعدات الإنسانية، هنالك من يموتون جوعا ومن يموتون بسبب الأمراض ونقص الأغذية ونقص الأدوية والخدمات الصحية. وبالتالي حتى لو كان هذا القرار تم تعديله عدة مرات ليتكيف مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية وعدد من الدول التي عطلت هذا القرار لعدة أيام وتسببت في عدد من الموتى نتيجة المجاعات ونقص وصول الأغذية، إلا أنه ما زلنا نتحدث أنه حتى لو خطوة صغيرة هي تساعد في الأوضاع الإنسانية الموجودة في قطاع غزة. نحن نأمل أن يكون هذا القرار يتبع قرار بوقف كلي لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف هذه العمليات العسكرية، وليس إعادة التموضع فقط أو تضييق هذه العمليات أو غيرها من الأمور التي ستحدث أن تحدث يعني قريبا في إنهاء هذه المأساة. نعم، برأيك ما فرص نجاح المحاولات المستمرة لوقف لإطلاق النار؟ يعني أتمنى أن تأتي الجهود يعني كلها قريبا جدا. أتمنى أن تكون نهاية هذا العام هي نهاية لهذه العمليات العسكرية. حتى على الميدان نحن نشهد تغيرات في إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية وللقوات العملاتية بدء والعمليات في قطاع غزة. نأمل أن تكون هذه تمهيدا لنزول نتنياهو عن الشجرة، وأن تكون يعني إشارة إلى أن الجهود التي تبذل دوليا منذ أيام والمفاوضات التي تبذل منذ أيام هذه مؤشرات أن تكون تؤدي إلى إنهاء العمليات العسكرية، وليس فقط كما يتم التحدث عنه هو التركيز هذه العمليات أو إعادة انتشار لهذه العمليات في قطاع غزة. نحن نأمل أن تنتهي هذه العمليات بشكل دائم مع نهاية هذا العام كما كانت تتحدث الولايات المتحدة عن مهلة. ونحن نرى أيضا مؤشرات كبيرة جدا وخسائر حتى في الجانب الإسرائيلي وضغوطات على الجانب الإسرائيلي والأمريكي. نتمنى أن تكون كل هذه المفاوضات وكل هذه الخطوات قادرة على إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة. نحن نعلم أن الدول تبذل جهودا كبيرة لتقريب وجهات النظر ومحاولة أيضا يعني استكشاف أكثر ما يجري ميدانيا لاستخدامه كأوراق في المفاوضات الدائرة اليوم لوقف إطلاق النار. نعم، وبرأيك يعني لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تقف أمام أي نافذة تلوح بفكرة وقف إطلاق النار؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت لإسرائيل أن تعطيها ما يلزم من الوقت لتحقيق أهدافها العسكرية. حتى لحظة إسرائيل لا تستطيع تحديد أهداف قابلة للتحقيق أولا أو تحقيق أي أهداف ميدانية على الأرض. هي تريد أن تظهرها بأنها ليست منهزمة ولن تخرج من هذه المعركة بصورة المنهزم المنكسر، حتى تحافظ على مصالحها في المنطقة وتبقى قادرة على رعاية المصالح الأمريكية في المنطقة. ولا أتحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعرض لضغوطات أيضا وإلى تشويه صورتها داخليا وداخل حتى الإدارة الأمريكية، ليس فقط الشعب الأمريكي والعالم، نتيجة هذه الضغوطات، وأنها أعطت إشارات كثيرة لإسرائيل بضرورة التسريع في إنهاء وتحقيق أهداف عسكرية ملموسة أو حتى تقليص العمليات التي لا تشمل المدنيين وأن تكون أكثر محددة. ولكن مرة أخرى الموضوع هو لا يتعلق فقط بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا هنالك التعنت الإسرائيلي المتمثل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتخذ من هذه الحرب ذريعة لإطالة عمره السياسي ولحفاظ على ائتلاف حكومي متطرف جدا يدعم سفك الدماء الفلسطينية. وبالتالي هي المعادلة من طرفين، نعم الولايات المتحدة من جهة تريد أن تدفع باتجاه المساعدات الإنسانية، ولكن لا تريد أن تكون هذه المساعدات الإنسانية بمثابة تنفيذ للعمليات العسكرية الإسرائيلية قبل تحقيق
أي أهداف، وإسرائيل دائما تعطي تطمينات ووعودات للولايات المتحدة الأمريكية أنها على وشك إنهاء عملياتها، ولكن هي بحاجة إلى القليل من الوقت، وأن أي مساعدات الآن أو هدنة الآن ستنقذ جهودها، وبالتالي الولايات المتحدة تنجر وراء هذه الأكاذيب وتعطي إسرائيل مزيد من نوافذ الوقت، كما حدث مؤخرا في مجلس الأمن 4 أيام يتأخر التصويت على القرار لأجل إعطاء إسرائيل هذه النافذة التي لم تحقق منها حتى اللحظة أي أهداف. نعم، وبرأيك يعني هل إسرائيل تريد حاليا التفاوض من أجل تبادل الأسرى، وما الجديد الذي طرأ في الأرض أو عسكريا في أرض المعركة لكي تقبل بهذا التفاوض؟ أولا، حجم الخسائر الكبيرة التي مني بها الجيش الإسرائيلي نتيجة العمليات العسكرية، هنالك أعداد كبيرة جدا من الخسائر في صفوف الجنود، المستشفيات العسكرية أصبحت تتكدس في الجرحى والمصابين بالأمراض المختلفة من الجنود الاحتلال، حتى أن فرقة جولاني اللي هي تعتبر فرقة العمليات الخاصة في الجيش الإسرائيلي، هنالك كثير من الضحايا في هذه الفرقة، اضطرت إسرائيل أن تسحب فرقة النخبة وعدد من فرق الطيران نتيجة هذه الخسائر، وبالتالي نحن نتحدث عن جيش نقطة ضعفه الأساسية هي الموارد البشرية نتيجة محدودية هذه الموارد البشرية وأعدادها، وبالتالي الحاق عدد كبير من الخسائر في الناحية البشرية برغم من كل الدعم المادي والعسكري الأمريكي، هو يعد نقطة ضعف هذا الجيش الذي يضغط لتغيير لربما للمرة الثالثة أو الرابعة التخطيطات العسكرية أو العمليات العسكرية، أو لربما يضغط بشكل أكبر لإنهاء هذه العمليات العسكرية وإعادة التموضع في إسرائيل. كل هذا بحاجة إلى إنزال نتنياهو عن الشجرة، وخطة الإنزال عن الشجرة ستكون ضمن هدنة لإطلاق سراح بعض الأسرى. لا أستطيع التحدث أن الضغط لأهالي الأسرى هو الذي أحدث هذا التغير في السياسة، في سياسة نتنياهو الذي أصبح منذ اليوم الأول لتولي هذه الحكومة معتاد على المظاهرات والاحتجاجات، ويتحدث بكل وقاحة بأنه ما دام لديه 51% من الشعب في 49% هم أقلية، وبالتالي شخص يتحدث بهذا النمط وبهذه العقلية لا تشكل أعتقد مظاهرات الأهالي الضغط الأكبر، وإنما الخسائر في الجانب العسكري وفشله في تحقيق أهداف عسكرية واضحة جعلته بمأزق أمام الدول الكبرى، بأنه جيش كبير بهذه الإعدادات أو جيش بهذه الإعدادات الكبيرة غير قادر على تحقيق أي أهداف عسكرية في قطاع غزة سوى قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية التي أثارت ضجة عالمية ستكون سببا أساسيا في سحب تأييد عدد كبير من الدول لإسرائيل، ولربما تغيير من علاقاتها أو من مستوى علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي. بما أنك تحدثت عن الأهداف الإسرائيلية، برأيك على ما تبحث إسرائيل بعد 78 يوما من الحرب و 78 يوما من الخسارة؟ إذا تحدثنا عن أهداف معلنة لإسرائيلية كانت تتحدث عن هدفين أساسيين، إنهاء القضاء على حركة حماس وقدراتها العسكرية وسيطرتها على قطاع غزة، والهدف الثاني كان إعادة المخطوفين. لم تنجح في أي من هذه الأهداف، لم تستطع إنهاء قدرة المقاومة، والدليل كان أن المقاومة ما زالت قادرة على رشق الصواريخ باتجاه تل أبيب ومركز إسرائيل، وبالتالي هي فشلت في هذا الجانب. هي فشلت أيضا حتى في الميدان على السيطرة الكلية على شمال قطاع غزة، ما زالت هنالك عمليات مقاومة دائرة في قطاع غزة برغم التنمية الكبيرة جدا من المواد المتفجرة والأسلحة التي استخدمت والصواريخ في شمال قطاع غزة، وبالتالي هذا الهدف فشل تماما. إعادة المخطوفين باستثناء من تم إعادتهم أو إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، من استطاعت إعادتهم وفقط من استطاعت إعادتهم خلال الهدنة خلال التفاوض، لم تستطع بإعادة جندي واحد مخطوف من عملياتها الاستخباراتية أو من عملياتها على الأرض، وبالتالي هذا الهدف أيضا المعلن فشل. بالنسبة للأهداف غير المعلنة والتي يتحدث عنها بين حين وآخر ولكن ليس بشكل مباشر، الهدف الأساسي هو إنهاء وجود قطاع غزة وتخفيف الكثافة السكانية في قطاع غزة إلى عدد ممكن السيطرة
عليه مرة أخرى. بنيامين نتنياهو وحكومته يرغبون بإعادة احتلال كل الأراضي الفلسطينية، لا أتحدث فقط عن قطاع غزة، واستخدموا ذريعة هذه الحرب لإعادة تشكيل حدود قطاع غزة مرة أخرى، وعمل ما يسمونه أو ما يتحدثون عنه وهو مساحة عازلة جديدة، برغم من أنهم أصلا في 2005 قضموا جزءا من قطاع غزة تحت مسمى الإطار أو الإسلام العازل، والآن هم يريدون منطقة عازلة جديدة بالإضافة إلى هذه المنطقة العازلة. وما هو يدور خلف الكواليس هو واضح جدا. إسرائيل تنوي في توسيع حدودها على البحر الأبيض المتوسط وعلى البحر الأحمر، وفي التالي هذه السيطرة وفتح قنوات تجارة في البحر الأحمر بحاجة إلى إعادة السيطرة على قطاع غزة أمنيا، وهذا يتطلب كل هذا الجهد في إفراغ شمال قطاع غزة من السكان وإنهاء إمكانية التواجد في القطاع من خلال تدمير القطاع بشكل يصبح غير قابل للحياة بشكل كلي. وإذا كان هذا هو الهدف الذي تسعى إليه إسرائيل، نستطيع أن نتحدث أن هذا الهدف الوحيد الذي استطاعت جزئيا وليس كليا تحقيقه من خلال ما أحدثته من دمار لا يمكن وصفه في شمال قطاع غزة. ولكن مع ذلك وبالرغم من كل هذا الدمار في شمال قطاع غزة، ما زال بعض المواطنين متمسكين في البقاء في بيوتهم في الشمال برغم هذه المخاطرة، وما زالت المقاومة الفلسطينية قادرة على التصدي لجيش الاحتلال أيضا في شمال قطاع غزة ومواجهته ميدانيا في الشمال. نعم، وهناك يعني مطالبات دولية من عدد من الدول المختلفة بفكرة حل الدولتين أو الوصول إلى ما يؤدي إلى حل الدولتين. برأيك العالم، برأيك العالم الغربي، هل فكرة حل الدولتين واردة بالنسبة له؟ وهل أمريكا أيضا تريد فكرة حل الدولتين إن كانت إسرائيل لا تريدها قطعا؟ يعني منذ سنوات أصبحنا نؤمن بأننا نحن الفلسطينيون الوحيدون الذين نؤمن بحل الدولتين ونطالب به في كل المحافل الدولية. بالنسبة للعالم الغربي، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الممارسات على الأرض التي تحدث لا تتحدث عن تهيئة الجو لحل الدولتين، لا تتحدث عن تقريب حتى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية لتتحول إلى دولة لها سيادة وذات سيادة بالأخص، وعاصمتها القدس الشرقية بالأخص. ما يجري من استيطان في السنوات الأخيرة وفي هذه السنة بالذات تسارعت وتيرة الاستيطان بنسبة كبيرة جدا، تجعل من حل الدولتين على الواقع وعلى أرض الواقع فكرة شبه مستحيلة تماما. كل التصريحات والإشارات الإسرائيلية لا تتحدث عن حل الدولتين، حتى التصريحات الأمريكية حتى اللحظة التي ترفض الاعتراف بدولة فلسطين هي أيضا لا تمهد دوليا لحل الدولتين. حل الدولتين يعني الاعتراف بدولة فلسطين كما هو الحال تماما بالاعتراف بدولة إسرائيل، وما زالت الدول الغربية بعيدة جدا. نحن رأينا حتى في بداية هذه الحرب موقف إسبانيا التي تقود الاتحاد الأوروبي في هذه الجولة التي كانت تدفع باتجاه هذا الاعتراف، وعدد الممانعة ودرجة الممانعة لدى الدول الأوروبية من فكرة الاعتراف بدولة فلسطين. وبالتالي نحن نتحدث عن حتى مؤتمر دولي للسلام تحدث الرئيس محمود عباس خلال يعني أكثر من جلسة لمجلس الآن عن ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام، وعندما تحدثنا عن مؤتمر دولي للسلام تحدثنا عن ذلك لأننا آمنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على رعاية عملية السلام وغير قادرة على رعاية أي عملية تفاوضية تؤدي إلى دولة فلسطينية بشكل واضح وصريح، وبالتالي كان اقتراح هذا المؤتمر الدولي للسلام. وقدرنا اقتراحه أيضا مؤخرا بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة، وأمريكا تبذل جهود حتى لمنع هذا المؤتمر من الانعقاد أو حتى أيضا تحشيد الدول ضد عقد هذا المؤتمر. بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية هي نعم شريك مع إسرائيل في رغبها لتحقيق حل الدولتين، وإنما هي تتغنى به في خطاباتها وتقصد بحل الدولتين إبقاء الوضع على ما هو حاليا منذ أكثر من 30 عاما بعد توقيع اتفاقية أوسلو. سلطة وطنية مقيدة محدودة الصلاحيات تدير الشؤون السكانية، لا تمتلك صلاحيات حتى أمنية ولا حتى تستطيع أن تفرض حدودا متواصلة جغرافية في مدنها ومحافظاتها نتيجة الاستيطان ونتيجة تقطيع أوصال هذه المحافظات عن بعضها البعض بالطرق الاستيطانية والنقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية، كما تفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بحصار تام وشامل
عن بعضها البعض، ولا يوجد أي أمل بوجود القدس عاصمة أو سيطرة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو أي جهة فلسطينية على القدس وتشديد الخناق على المقدسين. وبالتالي إذا تحدثنا عن حل الدولتين على أرض الواقع، كل المؤشرات تتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة مع إسرائيل، والدول الأوروبية معظم الدول الأوروبية في عدم تحقيق حل الدولتين وجعله مستحيلا، ونحن الطرف الوحيد الذي ما زلنا متمسكين بالشرعية الدولية وحل الدولتين، ونطالب بحل الدولتين بشكل سريع وفوري حتى إنهاء معاناة شعبنا من الاحتلال وممارساته اليومية القمعية تجاه هذا الشعب. وضحت الفكرة، أشكرك. من القدس المحتلة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي والفلسطينية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في تنفيذ عملياتها العسكرية في قطاع غزة تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدة الإنسانية داخل القطاع الذي يسكنه 2,300,000 نسمة. وخلال مؤتمر صحفي أكد غوتيريش ضرورة وقف إطلاق النار إنساني في غزة لإيصال المساعدات. المشكلة الحقيقية هنا هي تلك الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل. إنهم يعوقون دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة. في الواقع إن المساعدة الإنسانية في غزة تحتاج إلى الأمن حتى تستطيع التوقف العمل بأمان وأن تستكمل إيصال تلك المساعدات. هذه هي العناصر الهامة التي لا تتواجد الآن. أولا الأمن، نحن نعمل في أماكن حرب، يوجد قصف مستمر في أماكن مليئة بالسكان مما يهدد حياة المدنيين والعاملين الإنسانيين هناك. اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة بارقة أمل في ظل هذا المد العارم من المعاناة. وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الأزمة الإنسانية في غزة يجب أن تكون أولوية عمل مجلس الأمن. المجلس اليوم أعطى بارقة أمل في هذا البحر الجارف من المعاناة. اليوم دعا المجلس لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بالوصول الإنسانية الآمن دون عائق، مع اتخاذ خطوات من أجل وقف مستدام للأعمال القتالية. أعلم أن هذه المرة الأولى التي استخدم فيها المجلس وهذه الصياغة التي نراها محورية تعزيز تقديم المساعدة وتقديم على نحو مناسب واتخاذ خطوات في عملنا معا لتحقيق سلام دائم. رحبت بريطانيا بقرار مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. وأدعت مندوبة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة باربرا وودوارد إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، كما أكدت تأييد بلادها حل دولتين الذي يكفل أمن واستقرار المنطقة. ترحب المملكة المتحدة باعتماد هذا القرار الذي سيؤدي إلى إيصال المزيد من المساعدة إلى غزة. كما ذكر وزير الخارجية في المملكة المتحدة، من المحطم للقلب أن نرى الأطفال تحت حطام منازل مهدمة، لا يعلمون أين يجدون الغذاء ولا الماء ولا يعلمون مكان أهلهم. من المفتر للقلب أيضا أن نسمع قصص أسر لا تزال تعلم أين يوجد أحباؤهم الذين أسروا، أخذوا رهائن في 7 أكتوبر. ومما يحطم القلب ويفتره أن نعلم أن المساعدات مكدسة خارج غزة ولكنها لا تدخل لتصل لمحتاجها. ونسمع التحذيرات يومية أن الناس يتضورون جوعا، المرض ينتشر، والرعاية الصحية الأساسية ناقصة. رحبت الصين باعتماد مجلس الأمن مشروع قرار توسيع إدخال المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة. وأحث مندوب الصين في مجلس الأمن تشانغ جون إسرائيل على وقف هجماتها والعقاب الجماعي الذي يرتكبه الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. إسرائيل على وقف هجماتها ووقف
ووقف العقاب الجماعي وكسلطة قائمة بالاحتلال، فإن إسرائيل عليها واجب أن تحمي شعب غزة وأن تضمن سلامة العاملين الإنسانيين. حضرة الرئيس، ينبغي أن ندرك أن وقف إطلاق النار يبقى هو الشرط المطلوب، فليس إلا وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يمنع سقوط الضحايا المدنيين، وليس إلا هذا هو الذي يضمن خروج الحال عن السيطرة، وهو ما يقدم فرصا لتسوية سياسية بدلا من أن يدمر هذه الفرص بالكامل. ولهذا أيدنا التعديل على مشروع القرار، ونأسف لأن حق النقد استخدم بحق هذا التعديل. وللمزيد من القراءة والتحليل ينضم إلينا من رام الله أمجد أبو العز، الباحث في الجامعة الأمريكية. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني ترحيب عالمي بسبب قرار مجلس الأمن، ولكن برأيك هل أتى هذا القرار متأخرا أم أعمالا بمبدأ أن يأتي متأخرا أفضل من أن لا يأتي؟ يعني لا شك انه ان ياتي افضل من لا ياتي. وبعد هذا الفشل، يعني تحدث عن 78 يوم من القتل والدمار والاغتيالات والمجازر بكل شيء، يعني هو جاء متاخرا كثيرا كثيرا، ولكن هذا يعني مؤشر الى اي مدى هذا المجتمع الدولي عاجز، الى اي مدى هذا المجتمع الدولي غير قادر ابدا على احترام حتى المبادئ الذي يدعو اليها، والى تطبيق القرارات وتطبيق انه متحكم فيه من بضعه من الدول التي لا ترى الا من خلال عدسه مصالحها واهتماماتها بعيدا عن اي نوع من الانسانيه. نتحدث عن 20,000 شهيد، وما زال مصير شعب كامل، ما زال مصير 1.5 مليون إنسان في قطاع غزة، يعني في يد دولة واحدة تستطيع أن لفت انتباهي تصريح لفت انتباهي تصريح لأحد ضيوفنا يقول إن مجلس الأمن هو آلية من آليات تنفيذ مصالح الدول الخمسة الأعضاء به، وهذا بات واضحا في الفيتو الأمريكي الذي دائما يأتي معاكسا لكل التوقعات. برأيك لماذا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد وقف إطلاق النار؟ أنا أتفق مع يعني تصريحه، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أولا هي معنية باستقرار الشرق الأوسط على رؤيتها، هي تريد إنهاء المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لأنها تعتبر بالنسبة لها هذا صداع، لأنها كانت قبل 7 من أكتوبر تعتبر أن تركيزها بالدرجة الأولى على آسيا، تعتبر بالدرجة الأولى على الصين وروسيا، ولكن جاء 7 من أكتوبر وشكل صداع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الآخر، هي تريد نصرة إسرائيل من وجهة نظرها، هي تريد إقامة دولة قوية، استمرار إسرائيل وتزويدها بالسلاح، لأنها تعتبر قاعدة متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. ولكن كيف ستنتصر إسرائيل في هذه الحالة؟ يعني التقارير الإسرائيلية هي من تقول بأن هناك خسائر فادحة، خسائر في أرض المعركة، وخصوصا بعد انسحاب الكتيبة 13 في لواء جولاني. يعني ما الذي يحدث إذن؟ ما الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية؟ وكيف ستحقق النصر أو تساعد إسرائيل على تحقيق النصر؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية تسقط ما من تجاربها السابقة على تجربة غزة، ما حدث في العراق وحدث، لم تتعلم الدرس ما حدث في العراق قطعا، لم تتعلم الدرس ولا تتعلم من أفغانستان. يعني بعد احتلالها لأفغانستان اضطرت مرة أخرى إلى البحث عن وسطاء، وقطر وخرجت من أفغانستان وتركت نصف معداتها في أفغانستان، وأيضا ما حدث أيضا في العراق. وبالتالي هم ما زالوا يعتقدوا أن النظرة الأمنية والتعاون الأمني والإجراءات الأمنية ستجلب الأمن والاستقرار إلى إسرائيل وإلى المنطقة. هذه للأسف ما زالت هذه المعتقدة. ولكن هل الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل يعني على علم بأن إسرائيل تتعرض لخسائر فادحة في أرض المعركة، أم هي تصدق رواية الحكومة الإسرائيلية بأننا انتقلنا من المرحلة الأولى للثانية ومن المرحلة الثانية إلى الثالثة وسنبدأ في عمليات نوعية، ولكن هي فعليا لم تحقق أي مكاسب؟ تماما، هي ترى ذلك وهي غير معنية أيضا برؤية ذلك، هي ترى ولكن لا تعترف، لا تريد أن تعترف، لأنها ما زالت ما يعني الغرور و
التبجح ومزاج الانتقام هو المسيطر على إسرائيل. وبالتالي على الرغم من كثرة من عدد القتلى في الجنود والحاب والمظليين والمدرعات والدولاني، ولكن هذا الإصرار على ما أعتقد كما هو نتيجة اعتقادهم أنهم يستطيعوا تحقيق أهدافهم على الرغم من 78 يوم، لكن لم يستطيعوا لا استرداد المخطوفين والأسرى ولا تدمير القدرة الصاروخية، وما زالوا يعني يوما بعد يوم يغرقوا في رمال غزة. وعلى المدى البعيد هذا ما تطمح إليه المقاومة الفلسطينية هو حرب استنزاف. أنا باعتقادي الآن هي يعني المرحلة كلها هذا كلام، أنا باعتقادي للمرحلة الأولى ولا مرحلة ثانية ولا ثالثة كلام فارغ، لأنه في النهاية المستفيد أكثر في هذا يعني على المدى البعيد نحن نتعامل جيش مقابل مع حركة مقاومة قتال شوارع، وبالتالي من يستطيع الصمود يعني تفضل، إذا كانت إسرائيل تريد أن تدخل إلى غزة دخلت، وهل تستطيع الصمود؟ هل تستطيع التحكم في 1.5 مليون؟ هل تستطيع إطعام 1.5 مليون؟ هل تستطيع الوقوف إدعام هجمات التي ستبقي بعد استقرار الأمور إذا كانت تسيطر على 20% وإنشاء منطقة آمنة؟ إذا كانت ذلك صحيح، لماذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان في الليل هروبا؟ لذا يعني سأسألك هنا، ما الذي تريد إسرائيل إذن؟ ما الذي تريد في هذه المرحلة؟ وهل هناك خطة تم الإعداد لها مسبقا؟ إسرائيل الآن نتيجة الضغوطات الموجودة عليها ونتيجة الضحايا ونتيجة الصور التي تخرج تريد أن إيهام العالم أنها ليست معنية باستمرار قطاع غزة بقدر أنها تريد السيطرة على 20% من قطاع غزة على امتداد 42 كيلومتر مربع من الشمال إلى الجنوب بعرض كيلومتر مربع. يعني وهل مشكلتها مشكلة إسرائيل تكمن في الصفعة التي تعرضت لها في 7 من تشرين، أم هي بالفعل تريد السيطرة على قطاع غزة؟ لا، هي تشعر، إسرائيل تشعر أنها بخطر، وهي تشعر أنها من إنشاء المناطق الآمنة والجدران تستطيع تحقيق الأمن لمواطنيها ودفعهم للعودة إلى حدود غزة. هي ما زالت تعتقد الحدود والتكنولوجيا والأسوار والجدران هي التي ستحمي إسرائيل. لو كان هذا الكلام صحيح كما قلنا، ما يعني كان من زمان يعني استطاعت ان تضبط الضفة الغربية. اذا كانت انا يا بسنت، انا بدي اقول لك سؤال، مخيم جنين لهم اكثر من 5 سنوات لم يستطيعوا السيطرة على مخيم جنين، 5 سنين ومخيم جنين كيلومتر مربع، في فما بالك يعني في 19,000 مواطن، فما بالك في هل إسرائيل تستطيع السيطرة على قطاع غزة 367 كيلومتر مربع في أكثر من 1.5 مليون مواطن؟ يعني هذا جنون يعني. نعم نعم، وأصبح واضحا التصريحات من الداخل الإسرائيلي، يعني لدي عدد من التصريحات، مثلا إيهود أولمرت قال إن لابد من وجوب وقف إطلاق النار في غزة لأن الأهداف التي وضعتها حكومة الحرب ونتنياهو هي أهداف بعيدة المنال. فالداخل الإسرائيلي بنفسه والصحف الإسرائيلية أصبحت تكتب أن كل هذا هراء وأن هناك تضليل إعلامي، ولكن في هذه الحالة والضغط من الداخل الإسرائيلي، ما الذي تريد إسرائيل؟ هو ما الذي يريد نتنياهو؟ هذا هو السؤال. نتنياهو إطالة أمد الحرب. تماما يريد إماطة أمد الحرب، يريد صنع صورة جديدة له بعد الإخفاق 7 من أكتوبر، يريد أن يكون الحامي لإسرائيل الذي جلب الأمن لإسرائيل، يريد أن يقول للمجتمع الدولي أنني من وقفت أمام إنشاء الدولة الفلسطينية، أنا من وقف أمام الضغوطات الأمريكية، أنا الذي سيعيد الأمن والأمان، وكل هذا ضمن الحملة الانتخابية. أنا القوي، أنا المسيطر تحت بند فكرة الأسطورة. ويا بسنت انظري إلى يعني هو ما يخاطب من؟ هو يخاطب حتى الحاضنة الشعبية الاستيطانية الموجودة في الضفة الغربية. نعم. وإذا لا تستطيع الفصل ما يحدث في الضفة الغربية عن قطاع غزة والحكومة الإسرائيلية، نتنياهو من خلال اقتحاماته الداخلية اليومية للمخيمات، هو أيضا يريد أولا استمرار الفصل ما بين الضفة الغربية جغرافيا وغزة ونفسيا وكل شيء. الأمر الآخر ويريد يعني الاستجابة للمتطلبات رؤساء المستوطنات لهم جزء من حكومته بقمع الضفة الغربية والاستيلاء عليها وتطبيق بشكل خفي وبشكل غير استفزازي للضفة وضمها،
بالإضافة إلى ذلك ويريد تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية. الآن شوف اليوم يعني بروفيسور إسرائيلي يحرض على كلية الاستقلال في أريحة اللي هي الكلية على كلية الدراسات الأكاديمية الأمنية، ويحرض على السلطة، يقول إن هذول بدهم إيش، بدهم يعملوا كمان شبيه ب 7 أكتوبر ولكن بالضفة الغربية. يريد هدم الكينونية القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي هو يريد مرة أخرى ثانية كما قال، هو يعول على الحاضنة الشعبية الاستيطانية في الضفة الغربية لأي مستقبل سياسي يطمح له. نعم، أفهم جيدا بأن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب حتى يهرب من المحاكمة، لكن ما الذي لا أفهمه؟ هل الأمر متعلق بشخص نتنياهو؟ يعني لو كان شخص آخر كنا سنجد نفس رد الفعل أم رد فعل مختلف؟ لا، هي المنظومة، شوفي، في عندك المنظومة العسكرية وفي عندك المنظومة الحزبية وفي عندك نتنياهو، في ثلاث أشخاص. أولا يعني الانتخابات إذا حصلت حسب نتائج الاستطلاع الآن جانس سيحصل على تأييد كبير، نتحدث عن حوالي 45 مقعد، وبالتالي نتنياهو والأحزاب اليمينية القومية المتطرفة متمسكة بالائتلاف الحكومي، متمسك ليس حبا في نتنياهو لكن عمليا هو لا يريد التفكك، لا يريدون إعطاء فرصة لجانس للسيطرة على الحكومة، وبالتالي على الرغم كل ما يحدث ورغم كرههم لنتنياهو على الرغم عدم اتفاقهم معه لكن هم متحدين من أجل عدم السماح لجانس للسيطرة على الحكومة إذا انهارت. هاي واحد. الأمر الآخر يعني نتحدث عن كما قلت مصالحه الشخصية، هو لا يريد الذهاب إلى المحكمة. الأمر الآخر كمان القيادة العسكرية أيضا ستحاكم، وبالتالي الكل معني باستمرار الحرب للهروب من تبعات هذه الحرب ولعدم الاستقالة، وخاصة الجميع من رئيس الشباك إلى رئيس الأمان إلى الشرطة، الكل سيحاسب، وبالتالي الكل متخوف في اليوم التالي لانتهاء الحرب. طبعا ونتنياهو يغذي ذلك، الكل مستفيد من استمرار هذه الحرب وبالدرجة الأولى استمرار الحكومة والتماسك، وكأنهم يعني وكأنهم بيقولوا لبعض انه لنتكاتف خيرا من ان ياتي جانس ويطردنا من الحكومه على الرغم احنا ما بنحبش بعض. هذه بشكل بسيط يعني. فهمت، ولكن هل الاطاحه ببنيامين نتنياهو اصبحت قريبه؟ يعني لفت انتباهي تصريح اخر من صحيفه جيرزالين بوست تقول ان 7 أكتوبر ستؤدي الى نهايه سلطه الليكود ونتنياهو كما سقطت جولدا مائير في احداث حرب 73. ما رايك؟ تماما، نتنياهو شعبيته في الحضيض، يعني كانت لو فحصت الانتخابات لن يحصل على أقل من 10 إلى 12 مقعد في الانتخابات المقبلة. نتنياهو الآن بالأمس فضيحة ابنه، صحيفة هارتس نشرت أنه ابنه نتنياهو يكلف الحكومة 270 ألف دولار حماية، يسكن في ميامي، الشباك يحرسه، وكل هذا على حساب الجيش الإسرائيلي وعلى حساب المواطن الإسرائيلي، وبالتالي أيضا الضغوطات الشعبية من العائلات الأسرى الموجودين في غزة أيضا يشكل عامل قوي جدا ضغط على نتنياهو. يعني نتنياهو في أسوأ مراحل حياته ويعتقد أنه يستطيع بالتمسك بالحكم من خلال الاستمرار على التحالف مع المستوطنين في الضفة الغربية والاستجابة. يعني بسنت أعطاهم 270 ألف قطعة سلاح، هذول المستوطنين، نتحدث عن جيش كامل موجود في الضفة الغربية، ولولا الضغوطات الأوروبية على المستوطنين ووضع قائمة بالإرهاب الاستيطاني ولكن ارتكب المستوطن المجازر بالضفة الغربية. اليوم صباح اليوم في بيت لحم تم الإحصاء على عدد المواطنين من المستوطنين، وبالتالي نتنياهو معني بهذا الموضوع. المستقبل السياسي لنتنياهو أنا باعتقادي بعد انتهاء هذه الحرب الذي لا يريد إنهائها ويريد أيضا سياسيا سينتهي، ويريد هو ذلك حتى بالشمال، يريد فتح جبهة مع حزب الله، والتوترات مع حزب الله تزداد يوما بعد يوم، خاصة مع وبعد هذه الجبهة. يعني هل هو يريد أن تتحول الحرب إلى حرب إقليمية؟ أظن أنه سيكون أيضا صاحب مصلحة في هذا الاتجاه. تماما، هو يريد الشرعية الأمريكية ويريد السلاح الأمريكي. لو توفرت الشرعية الأمريكية وتوفر السلاح الأمريكي فورا سيقوم نتنياهو بشن حرب على لبنان من أجل الخلاص من حزب الله، ولأنه أشار من يومين ثلاث أشار بقرار
أنه يريد إبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية لإسرائيل كما يقول، إما بالسلام بالضغوطات القانونية والدبلوماسية وإما بالحرب. وبالتالي هو يعني مدرك لهذا الموضوع ويريد جر الولايات المتحدة الأمريكية لهذا، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل التحالف البحري الموجود في البحر الأحمر ولوقف هجمات الحوثيين هي محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لعدم ذهاب الحرب إلى حرب إقليمية، ولكن لأنها لا تريد، هي صاحبة مصلحة هي لا تريد. في هذه الحالة يعني لدينا مجموعة من المعطيات، يعني لدينا غضب في الداخل الإسرائيلي، لدينا شلل اقتصادي، لدينا خسائر على في أرض المعركة. هل نتنياهو لديه ما يقدمه فعليا للجماهير الغاضبة في الداخل الإسرائيلي؟ لا، ما زال يهرب إلى الأمام، ما زال يحاول أنه تبرير صورة النجاح، محاول فشله في غزة تبريره في الضفة. اليوم أصدر قرارات، بالأمس أصدر قرارات بتسريح عدد من الاحتياط، أو خاصة بعد أنه لا يريد الآن تدخل البري أكثر من ذلك، يريد استمرار بالطيران وبالتالي تخفيف الأزمة الاقتصادية. شوفي التبرير حتى يعني استخدم المحفزات المالية يعني إغراء المستوطنين بالعودة، إلى أي مستوطن يريد العودة إلى غلاف غزة بيعطوه $5,000. وبالتالي هو يحاول الآن صنع صورة، وبالأمس يعني حتى يعرف أنه شعبيته تراجعت، بالأمس أخرج ناطقة رسمية باسمه لتتحدث لوسائل الإعلام، يعني هذه أول مرة بيحاول ترويج لشخصيات ليكودية جديدة في علم أنه تراجع مكانة الليكود في المجتمع الإسرائيلي بسبب سياساته. وضحت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا. من رام الله أمجد أبو العز الباحث في الجامعة الأمريكية، شكرا جزيلا على هذا التحليل. إلى هنا تنتهي الساعة الأولى من تغطيتنا الإخبارية، ولكن التغطية مستمرة مع حضراتكم، وألقاكم على رأس الساعة ونشرة تفصيلية، كونوا دائما معنا.